المهنة الموسيقية هاني شاكر استقالته من منصبه قائلا إنه لا يريد الاستمرار نقيبا للموسيقيين، ووجه الشكر للجمعية العمومية والمجلس في على المدة التي أمضاها على رأس النقابة. جاءت استقالة هاني شاكر بعد مشادات خلال مؤتمر صحفي للنقابة بشأن منح المطرب الشعبي حسن شاكوش رخصة مزاولة الغناء، وهي الاستقالة الثالثة لهاني شاكر بعد تراجعه عن استقالتين سابقتين. ينضم إلينا من القاهرة عبر خدمة سكايب آدم ياسين الناقد الفني. أهلا بك معايا آدم، ونبدأ من أهلا قراءة بكم أهلا يا أدم بالتوفيق. خلينا نبدأ من قراءتك لاستقالة هاني شاكر هذه المرة والأسباب وراءها، وأيضا هل تتوقع أنها فعلا المرة الأخيرة ولا رجعة فيها؟ والله أنا حاسس كده من تصريحات المجلس، يعني في تصريحات صدرت من المجلس منذ قليل بتتكلم عن لا يعني إن الجمعية انعقدت، الجمعية العمومية أو مجلس إدارة النقابة انعقد بالكامل، وإن في محاولات حثيثة لإثناء هاني شاكر على الاستقالة. يعني أنا شايف إن يعني المطرب هاني شاكر وهو مطرب يعني له تاريخه، هو مستمتع بعمله النقابي، مستمتع وجوده على رأس مؤسسة المفروض إنها يعني مؤسسة خدمية، ولكن هو بيمارس دور الرقيب. يعني هنا ممكن نقول إن في فرق بين النون والراء، من النقيب إلى الرقيب، يعني بيدي يمنح ده تصريح هنا يمنع هذا من الغناء، في مجموعة من الضوابط طب والأخلاقية، آدم، والحقيقة هي دي مش طب ما ده سؤال مهم. يعني احنا تابعنا خلال فترة هاني شاكر، كلنا تابعنا فعلا منع المغنيين المهرجانات من الغناء، شفنا تحويله لشيرين، المغنية شيرين، للتحقيق بعد بعض التصريحات اللي هو قالها، وكان بيلعب بالفعل النقابة كانت بتلعب دور رقابي. لكن هل لو هاني شاكر مشي، هل الدور ده هينتهي؟ هل المشكلة في هاني شاكر كشخص، ولا المشكلة في الأداء النقابي، في قوانين النقابة، في مشكلة أعمق من هاني شاكر نفسه؟ والله ده سؤال ممتاز، لان انا كنت هكمل كلامي واقول نفس الاجابه على السؤال ده، فكانك قرات في افكاري. يعني هو النقابه يعني من زمان، هي لو تدوري في تاريخ النقابه هتلاقي ان صلاح عرام منع حميد الشاعري من الغناء، نعم هتلاقي ان الفنانه سيمون منعت فتره من الغناء، ومش هنقول مش يعني لاسباب تتعلق بقضيه ما، هتلاقي في مجموعه كبيره من المغنيات ايضا منعوا من الغناء، هنلاقي ان في احد النقباء منع إلتون جون من الغناء في مصر، هنلاقي ان هاني شاكر، واحنا اظن اتكلمنا في البرنامج ده من سنوات على الميتال، فرق الميتال والهارد روك نعم والديس ميتال اللي منعت من إقامة حفلات في مصر لاحتواء كما قيل أو كما صور أحد لمحامي النقابة وقتها وللأستاذ هاني شاكر إن بعض كلمات هذه الأغاني تحتوي على عبادة للشيطان وإلى آخره. فالنقابات في مصر بالذات النقابات الفنية والمهنية دائما ما تمارس دور يعني في دور رقيب او ضابط، في منع، في تحديد لحاجات. احنا شفنا المنع ده، شفنا حميد الشاعري، يعني ما اظنش ان حميد الشاعري قدم شيء مثلا مبتذل او سوقي او فج، ومع ذلك يعني انا اتذكر تصريح لصلاح حرام، الراحل صلاح حرام يعني رحمه الله اللي كان ماسك النقابه، قال حميد الشاعري لن يغني ولن يلحن، واذا ضبط احد يتعامل مع حميد الشاعري كملحن أو كموزع فالنقابة هتلاحقه. فده كان موجود في نهايات الثمانينات وأوائل التسعينات لأسباب تتعلق بكونه لم ينجح في اختبارات كمطرب، ولأن حميد كما تعلمين مش مطرب يعني. فهي المشكلة، مش المشكلة في إن في حد معاه الحنفية، معاه المحبس، من حقه يقول مين يغني ومين ما يغنيش. في عصر ممكن واحد ينتج أغنية بالكامل في بيته، وإحنا بنشوف كده بيحصل بره، يعني ممكن واحد بميكسر بسيط باجهزه اوتو تيونز وبروتولز وحاجات بسيطه، حتى سوفت ويرز على الحاسبات الاليه الكمبيوترز، ممكن ينتج اغنيه. المهرجانات دي هي عباره عن حاجه شعبيه ارتجاليه، ربما ما فيهاش طب ما حتى ده برضو يا الات، ما فيهاش آدم مصعبات يخلينا الات. نسأل. يعني أنت بتقول دلوقتي العالم كله الواحد ممكن ينتج، بيعمل فيلم يا سيدي في بيته كمان، مش بيعمل أغنية فقط لا غير. صحيح لكن صحيح السؤال دلوقتي،
لأي مدى الشباب المبدع الصغير اللي في مصر بيعاني فعلا عشان يقدر يلتحق بالنقابة؟ صحيح، يعني هي الموضوع عبثي قوي وفوضوي. يعني انت لو رحتي مبنى النقابه دي هتلاقي النقابه بتشغل دور في وسط البلد، في شقه في وسط البلد، هي عباره عن شقه او شقتين في عماره في وسط البلد، هتلاقي زحام شديد جدا لما تروحي، يعني حاجه مناخ غير فني، حتى زحام وصراخ وخناقات. يعني انا كل ما ازور النقابه دي الاقي فيه توتر، يعني هي مش مناخ، يعني ما تحسيش انت حتى انك داخله مكان المفترض هذا المكان هو اللي بيضع ضوابط للفنانين. في مشاكل كثيره في النقابه اغلبها يعني على راسها طبعا مثلا اللي احنا اتكلمنا فيه، في مشكله اخرى وهي ان مثلا العازفين، نقابه الموسيقيين فيها كميه كبيره جدا من العازفين اللي هم بيحلوا يسموا نفسهم الالاتيه، وهي دي مش حاجه بتقلل منهم، بالعكس عصب الصناعه. ثم بعد كده لما ظهر الدي جي او المنسق الاغاني في الحفلات حصل خناقه، وقعدوا سنين عبال ما عملوا شعبه خاصه بمنسقين الاغاني. نعم الموسيقى المهرجانات، يعني مثلا الموسيقى حسن شاكوش موضع الخلاف واللي تسبب في اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، هو قال لك انا طالع اغني، شتم او اتريق او سخر او ايا كان، او قلل من فرقه من الطبالين، فئه من العازفين المهمين نعم جدا في الموسيقى الشرقيه اللي بتعتمد عليهم ام كلثوم وعبد الوهاب وكافه الموسيقيين الشرقيين، يعني مش حاجه تقليلا منهم، بالعكس يعني ضابط الايقاع او موسيقي الايقاع ده حاجه مهمه جدا. هو قلل منهم في تصريح في احد الحفلات فمنع، ومن هنا نعم حصلت الخناقه. وسعيد الارتيست وهو راجل طبال مصري شهير جدا وربما عنده فرقه كمان مكونه من اسرته، لان تصريح شاكوش ده اهانه لمهنته واهل مهنته. فهي العازفين بيشكلوا جزء كبير. طب ليه ما يبقاش في شعبه، او هنا نتكلم دلوقتي على، يعني هم بيتكلموا دلوقتي على استحداث شعبه لمغنيين المهرجانات، وهي موجوده بشكل او باخر ولكن لسه في مرحله الايه نعم البلوره. يعني طب ليه ما يبقاش فيه، اصل هو يعني هو بيقول له دلوقتي احنا عملنا كورس، يعني هاني شاكر قال عملنا كورس مثلا لحمو بيكا احد مغني المهرجانات المشهورين، ماشي، وهو لم يلتزم بالكورس فتمنعه من الغنى؟ يعني طب نعم خلاص يا وصلت اخي، هو وجهة واحد مش نظرك يا عايز آدم، ينضم، وصلت وجهة نظرك، هو واحد بنشكرك. مش، انا هقول كلمه اخيره بس، هو واحد مش اتفضل. عايز ينضم للنقابه فليغني وليسدد رسما زياده للنقابه وخلاص، انما مش من حق النقيب انه يمنع او يقول ده نعم، يغني وده ما وخاصة في يغنيش. عصر زي ما احنا ما قلنا أي حد يقدر فيه يغني في أوضة نومه، يعني مش هيروح النقيب بالظبط، يدور عليه عصر ازاي. ثانويه مفتوحه نعم ووسائط بالتأكيد ومنصات بالتأكيد. يعني بالكون شكرا يعني. يا آدم، كنت معنا من القاهرة عبر خدمة العفو، شكرا سكايب، جزيلا. آدم ياسين الناقد الفني.